بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بالدرس التاسع عشر في الدورة العليا، وهو الوقف على أواخر الكلم. طبعا احنا أخذنا الدرس الأول في الدورة العليا، يعتبر درس علامات السواكن، لكن احنا أخذناه في التأهيلية، لكن بذكر أنه هو من ضمن الدورة العليا. والدرس الثاني في الدورة العليا يعني هو درس الوقف على أواخر الكلم. تمام، أقسام الكلم يقسم الكلام إلى معتل وصحيح. معتل الآخر وصحيح الآخر، خلينا ندرس كل واحدة لحال. أولا الوقف على الكلمة المعتلة الآخر، يسمى هذا الموضوع الوقف على مرسوم الخط، يعني الوقف على الكلمة المعتلة الآخر أي الوقف على مرسوم الخط أيضا، أو الحذف والإثبات. تمام، والكلمة المعتلة الآخر هي الكلمة التي آخرها أحد حروف المد الثلاثة. طبعا حروف المد الثلاثة تسمى حروف العلة، لذلك سميت الكلمات التي تنتهي بأحد حروف المد الثلاثة بالكلمات معتلة الآخر، أي آخرها حرف علة وهو أحد حروف المد الثلاثة، وكنا عارفين إيش حروف المد الثلاثة. تمام، الحكم فيها عند الوقف، يعني أي كلمة تنتهي بأحد حروف المد الثلاثة، يا إما نقول نقف بحذف حرف المد أو نقف بإثبات حرف المد. تمام، القاعدة العامة بتقول إذا كان حرف المد ثابتا في الرسم، يعني مرسوم زي كده، عندها يثبت وقفا. إحنا كل درسنا اليوم الوقف، هاي درس الوقف، نفس الدرس أصلا اسمه الوقف على أواخر الكلم. إذن إحنا كل هيت الكلمات حنحكي عنها فقط في الوقف. يعني إذا كان حرف المد مرسوم في القرآن الكريم، وقتها لما بدي أقف يثبت، يعني بأجيبه بأنطقه، فبقول هنا لا تخافا وقفا. تمام، هنا جاهدوا حرف الواو، واو ساكن ما قبله الضم، فأنا إيش بأجيب حرف الواو بأنطقه. توفني حرف الياء ساكن وما قبله مكسور، إذن بأنطق حرف إيش، حرف الياء اللي هو حرف المد. ليش؟ لأنه ثابت في الرسم. وإذا كان حرف المد محذوفا تمام في الرسم، عندها يحذف وقفا. طيب كلمة يؤتى الحكمة، الأصل في الكلمة يؤتى هذه يكون في ألف، بقول يؤتى، هذا الأصل، يعني الأصل الكلمة فيها يؤتى. طب وين حرف الألف المد اللي كان موجود؟ حرف العلة حذف. تمام، حذف في القرآن الكريم، ليس مرسوما. طب كيف بدي أقف على كلمة يؤتى هذه؟ بقف عليها هيك يؤت. تمام، بقف على الكلمة بالتاء، بجيبش ألف من عندي، بقف عليها بالهمس أيضا. تمام، يرضه لكم، تمام، بقول عنها يرضاه. تمام، عما يتساءلون، أصلها عما يكون في ألف، فوقف عليها كيف بقف عليها؟ بإيش؟ بسكون الميم، بقول عم مع غنة الميم. طبعا هو هذا مش موقف، أو آسف مش موضع وقف، لكن إحنا بنحكي من ناحية التعليم يعني أو الاختبار. ولا تبغي الفساد في الأرض، حرف الغين هنا الأصل في ياء، ولا تبغي في ياء بعد إيش؟ بعد حرف الغين. فبالتالي أنا بما أنه مش مرسوم حرف العلة، فبأقف عليه بحذف حرف العلة، يعني ما بنطقه، فبقول ولا تبغ. تمام، بأقف على آخر الحرف فقط. وهي أنا في كلمات كتير، يعني مما خلق بأقف عليها مم، مش مما. يا أيها الساحر الأصل يكون في ألف، فبقول يا أيه. ولا تقف، وعف، ويدع، يمح، ومن اتبعا، اتق الله، اتقى، وآت، رب، قل يا عباد، مش عبادي، غير باغ، عاد، يأت، يتقى. تمام، إذا بقف في الكلمات محذوفة حرف العلة، بقف عليها بحذف حرف العلة، والكلمات حرف العلة متواجد مرسوم يعني ثابت في الرسم، بأثبت حرف العلة في النطق. ملاحظة، ولك نثبت الياء وقفا في الكلمات التي فيها ياء محذوفة رسما لاجتماعها أي المتماثلين، زي أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا،
فحرف الياء الثانية هيها موجودة رمزها، تمام؟ فبالتالي لما بدي أقف بقول لا يستحيي، بجيب الياء الثانية، والله يحيي، تمام؟ صح إنه الياء محذوفة لكن رمزها موجود، فبالتالي أنا بدي ألفظها. الكلمات التي فيها ياء محذوفة رسما لالتقاء الساكنين، كذلك يحيي الله الموتى ورب أرني كيف تحيي الموتى. فقط في كلمة يحيي، هل أصل يكون في ياء لكن حذفت لالتقاء الساكنين، القرآن الكريم ما رسمها، فبالتالي لما بدي أقف لازم أجيب ياء، في هذه الحالة بدي أجيب ياء من عندي هنا، وهذه بدي أجيب ياء من عندي، مش من عندي يعني، بدي أجيب الياء التي حذفت فقط في هذه الكلمة، تمام؟ فنقف عليها بإثبات الياء المحذوفة، أي نقرأ بياء أي الأولى مكسورة والثانية مدية ساكنة، بقولش كذلك يحيي، غلط، بقول كذلك يحيي. رب أرني كيف تحيي، بأجيب الياء الثانية، تمام؟ هي مش مرسومة لكن بأجيبها، بأنطقها فقط في الكلمة هذه، تمام؟ طيب يقول لك أنت به لدرس ما يراعى لحفص، لأنه يحتوي على كلمات تنتهي بحرف مد الألف، لكن لحفص فيها قراءة خاصة تختلف عن قاعدة هذا الدرس. المهم قبل ما تدرس هذا الدرس لازم تكون درس ما يراعى لحفص، تمام؟ عشان في كلمات تراعى لحفص فقط، حفص بيقرأها بأوجه يعني مختلفة، تمام؟ لازم نحفظها حفظ يعني نقدرش نستنتجها استنتاج.